انا اسفه يعني، بس انا بالموده والمحبه بتكلم. الندوه دي انا استفدت منها كتير قوي، وقبل كده عرفت عادل عبد الرحمن من جوه شكله ايه، النظافه في القلب والرقي في التعامل، وشخصيه جميله جدا، والواحد بيقدر يوصل له بسهوله لان هو سهل وسلس. والنهارده قدرت اعرف من خلال الفيديو اللي هو شغله ازاي بيقدر يشتغل بجرأة ورقي، وازاي هو متصاحب على السكينة والألوان كل بساطة. احنا بقى احيانا بنسيل الألوان تقع، مش عارفين نتحكم. احنا لسه انا هاوية في السنك طبعا، بس النهارده يعني انا شرفت بوجوده او وجودي انا موجودة هنا معاكم، في اساتذة وزملاء معايا هنا برضو. بشكركم جدا للحضور، لان فعلا القامة دول يعني تاج على راسنا والقلادة على صدورنا، فعلا فعلا بينورونا في كل المعارض. ويكفي ان الثلاثة دول قاموا بعمل مشارك، يعني عادل عبد الرحمن عمل التصميمات، اسماعيل صيام عمل النقد الفني، علا يوسف السند الجميل اللي هو دعم الثلاثة دول في كينونة واحدة. بس الثلاثة دول قاموا وبعمل عمل جميل جدا، وكل كلمه وكل حرف فيها مصداقيه. فانا بشكر اللقاء النهارده، سامحوني للاستطاله، بس انا فخوره جدا بوسطكم، وشكرا شكرا شكرا للفنانه عمار الفنانه العفويه وجميل دكتوره العالمه دكتوره فنانه نجلاء السناني. دي دكتوره نجلاء، اتفضلي. انا فاضل لي 10 دقايق وانا عشان اداره المكتبه عماله تفكر. طيب كمل. مساء الخير عليكم جميعا. انا عايزه اتحدث عن باكيتين الفن التشكيلي. طبعا برحب بالمنصه العظيمه للعظماء، يعني عمالقه الفن اللي كنت بحلم ابقى جنبهم. انا جايه من فتره ذريه جوامد وفيزياء وكيمياء وراسه، ويعني نفسي كنت اخش عالم الفن. العظمه اللي شفناها في اعمالهم الفنيه ان هم يشجعوني ويقولوا لي اعمالك قيمه واعمالك كويسه، دي لوحدها قمه الانسانيه وتواضع منهم. فادوني بوش ودفع وطاقه ايجابيه، خلوني ايه ابتدي احسن وابتدي اقلك واوصل لحلمي طول عمري ان هو 3 سنين اكون في المدرسه. انا مش عارفه اقول لهم ايه بصراحه، انا بحبهم جدا. هم بعدين فن تشكيلي طبعا، عمالقه الاعلام والفن والنقد والنحت كل، يعني انا موجوده في كوكبه جميله وليكوا كمان كلكم. كان حلم حياتي صراحه. شكرا 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 شكرا. دي اوارد النقد للدكتور اسامه جعفر. اقول كلمه معلش، دكتور صيام انا بسميه طبيب جراح النقد الفني. ما شاء الله. يعني يا رب تحطني تحت ايدك. شكرا يا دكتوره نجلاء، شكرا. دكتور اسامه عمال يبص لك، انت واخده وقت دلوقتي. السلام عليكم. اولا احيي المنصه الكريمه لكل من فيها، واحيي جميع الساده على الحضور. اسمحوا لي أن يسمحني أن أقول كلمة في حق المنصة الكريمة، وهي أن كل كلمة قيلة يجب أن توثق وأن تضاف إلى الكتاب الثاني أو إلى الطبعة الثانية من هذا الكتاب. هذا أولا. ثانيا، أنا يعني كان لي ملاحظات أن أنا عايز أقول أن في حاجات كتير جدا على الدكتور عادل ولم تذكر، فسكتتني كلمة إن في طبعة ثانية اللي قالها الدكتور إسماعيل صيام، وهذا شيء يدعوني للفخر. فأثرت أن أرجي ما أريد أن أقوله عن الدكتور عادل في المرة التالية. هناك نقطة أرجو أن تضاف في فصل من فصول الكتاب في الطبعة الثانية بعنوان الفكر السيموطيقي في أعمال الإنسان عادل عبد الرحمن. يعني احنا تكلمنا عنه كفنان، لكن انا عايز ان يضاف فصل في
الطبعة الثانية في أعمال الإنسان عادل عبد الرحمن. عايز أقول لفتة جميلة للدكتور عادل أنا صاحبته في السنوات الأخيرة وهو يفتتح العديد من معارض الفنانين التشكيليين، فلاحظت الآتي، لاحظت أن الدكتور عادل لم تصدر منه نهائيا سلبية عن أي معرض أو عن أي فنان يفتتح معرض، بل بالعكس كل ما يتحدث فيه هو إيجابي، وهذه نقطة تذكر للدكتور عادل. النقطة الأخرى أنه يستمع جيدا لدرجة من لم يعرف الدكتور عادل يظن أنه ليست لديه خلفية عن هذا العمل الفني الذي يوصف له، وإذا تحدث تكتشف أنه صاحب خبرات لا حدود لها عن هذه الأعمال الفنية التي يفتتح فيها معرضه. يعني هو مزج بين الصمت المصحوب بأنه يصور للبعض أنه لا يعرف ما معنى أو ما العمق في هذا العمل الفني، وإن تحدث تكتشف أنه عملاق فيما يتحدث فيه. لذلك هذه جوانب يجب أن تذكر للدكتور عادل عبد الرحمن، ولا أريد أن أطيل، لدي الكثير لكن سأؤجل كلمتي. المعرض اللي أقيم الشهر العادي اللي فات، الأستاذ المشهور أسامة جعفر طبعا كلمة رائعة، وطبعا أحد مستشاري الكبار رئيس الجمهورية، هو الكلمة اللي هو قالها بالظبط أغلب الفنانين اللي أنا كنت عامل لهم معرض على هامش الكتاب بتاعي الشهر اللي فات، قالوا لي كلمة بسيطة عن الدكتور عادل الغالب العام، قالوا مع الدكتور علا بيعلمنا ويدينا طاقة إيجابية وروح جديدة. هو الملخص بتاعه، هو ده الغالب العام في أي محضر في أي معرض بيقول. أنا آسف بس هيبقى فاضل كلمتين لأني فاضل ثلاث دقايق وهنهي هذا الأمر. يعني أنا آسف معلش لأن دي مظاهرة حب الحياة، أنا ما قدرتش أمنع حد من الكلام قبل التكريمات. الدكتور صالح محمد الغوص يا دكتور صالح شطر عليه جدا، معلش. أنا بتكلم بصفة فنان تشكيلي وقديم، كنت موجود بشكل قوي جدا وسافرت ورجعت تاني. اللي رجعني تاني هذه الشخصية العظيمة جدا، الدكتور أستاذ عادل. وبأسلوبه وكذلك الأستاذة العظيمة الدكتورة علا. وصديقي وزميلي العظيم جدا الدكتور اسماعيل صيام. طبعا مع استاذي الكبير اللي بحتفل بيه دايما استاذ محمد اسحاق. انا فوجئت النهارده بفنان مش عالمي عملاق في الفن. كون ان انسان بلور كل هذه الملابس من الكلاسيكية الحديثة لغاية بعد الحداثة فهو عملاق وقمة في التصنيف، وأنا بحتفي به جدا وبتمنى كل ما هو خير، لأنه أساسا يعتبر نبراس ومنبر لكل الفنانين الشباب حتى المعاصرين والكبار منهم. ألف مبروك دكتور عادل عبد الرحمن، وأتمنى لك كل الخير في الدنيا كلها. دكتور صالح مستشار الفني لجريدة الجمهورية. شكرا دكتور صالح. أهل المتحدثين والمتحدثات.
الاستاذ فاطمة عباس نص دياز طبعا. الندوة لسه شغالة دكتور انت راجل مستشفى. احنا هنخلص الاستاذ الدكتور عبد الرحمن، وهو الحقيقه يستحق هذه الكلمات باكثر. ولو انا اعطيت الفرصه طبعا لاحباء الدكتور عبد الرحمن كلهم ان هم يقولوا هيتكلموا اكثر، ولكن الوقت طبعا لما عايزين نتكلم في الوقت، لان انا بالظبط كان قدامي ربع ساعه انا تجاوزت هذا الامر. وقبل ما نقول على التكريم، انا بشكر جدا اداره المكتبه، سعاده السفير عبد الرؤوف الريدي وسعاده السفير رضا الطايفي ومديره المكتبه الاستاذه رانيا والاستاذه اكرام والاستاذ حسام والاستاذ ايمان، كل الموجودين اللي عملوا جهد جبار. استاذ ايمان كلهم هم عنوان نجاح، ليس هذه الفعاليه الهامه بس، ولكن كل الفعاليات اللي هي تبقى موجوده. الف شكر لكم. والان الى التكريم الذي يخص به الدكتور عادل عبد الرحمن الموجودين في المنصه. استاذنا الفنان الكبير الناقد الكبير الاستاذ الدكتور مصطفى يحيى اللي نورنا النهارده، واضاف للكتاب واضاف للمحتوى واضاف للندوه واضاف للفكر الكثير والكثير والكثير اللي انا اثر فيها شخصيا. فانا فخور اولا ان انا قعدت جنبه لاول مره على المنصه، والحقيقه فخور بالكلام اللي قاله، واتمنى ان يكون متسجل بشكل صح، محتاج اسمعه مره واثنين وثلاثه. أنا فكرة عايز أقول حاجة بس بالنسبة للدكتور مصطفى يحيى، أنا كنت الدكتور مصطفى يحيى هعمل الدكتوراه الثالثة عندي. أنا كنت هعمل الدكتوراه الثالثة عن أعمال الدكتور مصطفى يحيى لولا سفري لولا سفري إلى جامعة الأخوين في المغرب. أستاذ عظيم ومعالم كبير. أنا عايز أنوه إن هذا التكريم ليس بصفة شخصية فقط من الأستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن، ولكن من نقابة الفنانين التشكيليين اللي هو بيمثلها الآن باعتباره وكيلة وقائم بأعمال النقابة الفنية التشكيليين. والتكريم الثاني الأستاذ الدكتور محمد إسحاق. محمد اسحاق مش فنان بس ومش استاذ بس، زميل وصاحب وصديق، تركيبه كده على بعض، هو جزء من حياتي يعني. لان احنا نشأنا مع بعض ومع بعض سافرنا مع بعض ودخلنا الجيش مع بعض. فهي اقول لكم على مفارقه بس، يعني حاجه بسيطه، كنا رايحين السفاره الالمانيه علشان نعمل ابلكيشن ونوقع لحظه واحده وبيملى الابلكيشن عادل، ودكتور اسحاق برضه بيوقع بيملى الابلكيشن بتاع السفاره الالمانيه. هم اللي في توقيت واحد سافروا المانيا، بس احنا سافرنا ميونخ اكاديميه الفنون الجميله وهو راح مينستر. فعادل بيكتب للمفاجاه ان نفس الاسم الام مامة استاذ دكتور محمد اسحاق وعادل. فعادل بيقول له ايه هي كده تتكتب؟ عادل بيضحك معايا ويهزر معايا، فبقول له هي كده صح تتكتب كده صح؟ قال له ايه ده انت بتكتب اسمه مين؟ استاذ
التكريم الثالث. بس لحظة بس عايز أقول للدكتور محمد مشاهدين عليه واعتذر من التكريم يا دكتور محمد. هو مشهور يدخل الفعاليات وعنده تكريم ومزاج وعنده التكريم وماشي. لا والله العملية مش بالطريقة دي يعني حجمها إيه أو كذا مش هو الموضوع بيجنني حتى يقول لك أنا أتصور أقول له أنا مش عايز أتصور أنا مش عارف إيه. يعني في حاجات أنا ما بحسبهاش ان انا معايا كذا او كذا وانا بقول انا محمد اسحاق استاذ مش عارف ما عنديش فكره لسه ربنا يخليك لنا كبير كبير يا الله يحفظك مبروك التكريم انت شريف شد بيتكرم يقول انت شريف شكرا التكريم من نقابه الفنانين التشكيليين تقدمه النقيب الأستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن القائم بأعمال نقيب الفنانين التشكيليين للأستاذ الدكتور إسماعيل سياط. التكريم مش على الكتاب بس العلم يعني، لكن التكريم على النشاط الكبير اللي بيقوم به معالي البروفيسور من أول ما رجله حطت مصر من فترة قريبة جدا، لكن انا شفت نشاط وشفت تفاعل وشفت كتابات سواء مقالات او كتب، يعني حقيقه اثار حافظتي وحسيت ان فعلا شخص متميز جدا وله دور مهم جدا في الحركه في اثراء الحركه التشكيليه في مصر. شكرا. تكريم من نقابه الفنانين التشكيليين للأستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن نقيب الفنانين التشكيليين لشريكة حياة وليس في الحياة الإنسانية فقط ولكن في الفن وأشياء أخرى، ونسمع منه كما تكلم عن آخرين نسمع كلمة موجزة للدكتور الحمد والرب مش هروح كده النهارده مش بكرمها عشان زوجتي او عشان ارتباطها بيا، لكن انا بكرمها عشان دورها الكبير في الحركه التشكيليه واثراء الحركه التشكيليه ودعم الشباب ودعم ذوي الاعاقه ودعم الفنانين بشكل يعني انا بشوفه ان هو اكثر من امكانياتها. يعني فعلا حاجات بتيجي على وقتها وبتيجي على صحتها وبتيجي على حاجات كتير في مقابل انها تساعد ناس كثيرين وتفاصيل كثيره. ولو عشان زرتك هتقول لو عشان زرتك هتقول ايه؟ صورت اللي فاتت اللقطه فاتت صورتها فكرة للعلم يعني أنا شخصيتي كده كانت تلمستي مصطفى وكنت ببقى بقابلها بأدوار حافظ، لكن لما جت كنت ساعة التدريس وساعة الدرس أقول لك عملت إيه؟ بس أنا ما كنتش حافظ فيها أنا مالي مش فاضي يعني بشت معايا مش هتروح يا عادي هترجع معايا النهارده مال عليك تكريم دلوقتي بقى لحد يعني شخصية برضو عايز أقول هو جزء من حياتي، يعني أعرفه من فترة يمكن 15 سنة أو كده، اكتشفت إن هو له دور مهم جدا في الحياة الثقافية المصرية في الصحافة، وعنده جرأة وعنده طلاقة وعنده قدرة في التوصيل الأفكار بتاعته. حمد البصير طبعا هذه الشخصية الرائعة اللي برضو بيبذل الكثير من جهده وفكره في مقابل الارتقاء بالوطن، إذا شاف ولا بيخاف من المسؤولين ولا بيخاف من حد وبيقعد يكتب، والحقيقة بيعرض نفسه لمشاكل كثيرة وعرض فعلا يعني بدون تفاصيل، لكن هو في سبيل إن هو يقول كلمة الحق وفي سبيل إن هو يرتقي بالحركة الفنية بدأ يكتب طبعا بأسلوب مختلف، هو زي ما قال أنا مش ناقد، لكن هو الحقيقة بيعمل دور تاني مهم جدا وهو نوع من النقد الصحفي أو السياقي اللي بيتكلم عن شخصية الفنان
بشكل فعلا متعمق، والظروف المحيطة به السياقية والنواحي الزراعية بيكتب بشكل رائع، وله دور مهم جدا ومؤثر في الحركة التشكيلية المصرية. في حياتنا شخصيا وما استغناش عنه في هذا الأداء الرائع اللي انتوا شفتوه هنا، عمل أداء أروع منه كمان في كتاب السد سفير الفن. الحقيقة ممكن تشوفوه على النت، يعني شوفوا ازاي بيقدم وينقل ويعمل كلام ولغة، حاجة رائعة. فربنا يبارك فيكم. طبعا شهادة اعتز بيها وسام على صدق هذه الكلمات اللي دفع ان انا استكمل الحقيقة برضو استكمالا لهذا التسليم الرائع واعترافا ما تفعله مكتبة مصر العامة من سنوات حتى الآن. شخصية عظيمة، مش عايز أقول الجندي المجهول ولكن الدينامو بيحرك كل حاجة. طبعا الدينامو الحركة الثقافية لا هي بالفعل لا بتحب الظروف ولا بتحب حد يشكرها، ولكن لما تكلف بعمل بتعمله بدقة متناهية وشديدة. إنسانة جادة جدا، إنسانة فاهمة شغلها، ما بتعرفش جامد، إنسانة موضوعية. طبعا انتوا عرفتوا انا بتكلم عن الأستاذة إكرام يونس. طبعا من الشخصيات الجميله اللي انا اتعاملت معاها من خلال الندوات اللي كنت بعملها او احضرها في مكتبه مصر العامه، وكان بالفعل شخصيه خلوقه وبيسهل الاجراءات وما يحسسش ابدا ان في مشكله، ودايما بيبقى عنوان نجاح اي فعاليه بتبقى موجوده في المكتبه، صديق الاستاذ حسام عثمان. الحقيقة دايما بيبقى فيه عناصر شابة موجودة في أي مؤسسة كبيرة، وهي دي اللي بتبقى الدافع لاستكمال الدور، بتاخد من خبرات الكبار وفي نفس الوقت بتجود. وأنا بالفعل معجب بالأستاذة إيمان حلمي، معجب بأدائها يعني. لا يدعنا محمد عمار.
كلمة شكر وتقدير لأهلي وصديقي العزيز. كلمة شكر وتقدير لمدير الندوة الأستاذ حمدي البصير، رجل ولا كل رجال، رجل ضحي بوقته وعمله في دعم الابداع والمبدعين، والذي يقدم في هذا المكان كلمه شكر وتقدير خاصه من قلبي لكل اعضاء المنطقه والمشير ملك الله. Gracias.